السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور بلال عبد الغني، مدرسكم لمساء سي اس بي 10. المرة الماضية بلشنا بالمحدود الخامسة اللي بتحكي على البروسيجرز، ووصلنا لحد الفانكشن وأخذنا أمثلة عليها. اوكي، الفانكشن بروسيجر والسب بروسيجرز من أهم الموديلاريتي ستراكشرز في لغة الفيجوال بيسك. من خلالهم كان أقسم برنامجي لأجزاء صغيرة. اوكي، حكينا انه البروسيجرز برامج فرعيه تنقسم لفرعين، فانكشن وايش وسب روتينز. حكينا عن الفانكشن وعن ميزاتها، بس ما حكيناش عن ايش، عن السب روتين لحد الان. اوكي، بشكل عام شو الفائده من ايش، من الفانكشن والسب روتينز؟ حكينا المره الماضيه انه بتسهل لي عمليه تتبع الاخطاء في برنامجي، بتخلي برنامجي مقروء بصوره بسيطه وسهله. بإمكاني إذا كتبت برنامج فرعي ضمن برنامجي بإمكاني أستخدمه قد ما بدي. حكينا إنه إحنا فيما سبق استخدمنا إيش الفانكشن بدون ما نعرفها اللي هي البيلت إن فانكشن. حكينا إنه الشابتر هذا بده يركز على إيش، على اليوزر ديفايند فانكشنز، الفانكشنز اللي أنا بعرفهم بكونوا مش موجودات. لاحظوا الـ INT والMatched Round، هذول ايش، هذول فانكشن كنا نستخدمهم بلت ان فانكشن، انا ما عرفتهم، ما اخترعتهم، هن موجودات بلغه الفيجوال بيسك. حكينا عن اليوزر ديفاين فانكشن كيف بنعرفها، بنستخدم الكلمه المحدوده فانكشن، بنعطي اسم لفانكشن، بنحدد شغله اسمها باراميترز، حكينا عنها المره الماضيه، القيم اللي بدك تبعثها للفانكشن بدك تعرفها هون از ريتيرن داتا تايب، بنحدد القيمه الراجعه من الفانكشن. هون بعد تعريف القيمة الراجعة بتكتب جمل المعالجة البرمجية، وبالنهاية لازم ترجع قيمة الفانكشن، دائما لازم ترجع سينجل فاليو. كيف حكينا المرة الماضية عن المثال هذا، لاحظوا اسم الفانكشن اف تو سي، تطلق معيار واحد اسمه تي من نوع دبل، يعني بقدر ارسلها 2.5 مثلا، 3.5، 4، 5 وهكذا، حترجعني قيمة من نوع دبل. كيف شو بتساوي؟ ما في عملية معالجة هون الا في السطر هذا، هون بقول له رجع لي 5/9 مضروب تي ناقص 32، مع مراعاة الأولويات والأقواس هاي المعادلة بتحول لي الرقم اللي ببعثه لإيش؟ لإيش؟ لرقم بصيغة أخرى. هون بحول درجة الحرارة من هناك لإيش؟ للسلسيوس. أوكي؟ هاي الأمور بدنا نعرفها وأخذنا عليها أمثلة كثير. أوكي؟ هسا اليوم بدنا ناخذ أمثلة إضافية على إيش؟ على الفانكشن، نستعرضها من نقوي حالنا فيها، وندخل مفهوم ايش البروسيجرز. اوكي، هسه نتذكر مع بعض فانكشن في البدايه، خلينا نكبر الشاشه شويه. لو جينا حكينا هون تكس بوكس 1 دوت تكس ايكوال فانكشن، بدي اخترعها من عندي اسمها سم، بدي اودي لها مثلا 2 و3. هاي الفانكشن نكتبها تحت ايش، الان صب. اوكي، برنامج فرعي نكتب function بدنا نسميها sum. هاي الفانكشن بدي ابعث لها 2 و3، يعني رقمين من نوع انتجر، بكتب by val x as integer. by val معناها ايش؟ انه بدنا نبعث ايش؟ value معينة، يعني لو هون كان رقم او متغير انا بدي ابعث قيمته، وانا ما بهمني ايش؟ ايش اسمه المتغير، هاي حنحكي عنها فيما بعد. هون بكتب by val y as انتجر، وانا بحدد نوع القيمه. هسه لما اجمع رقم انتجر مع انتجر شو بده يطلع الجواب؟ بده يطلع الجواب انتجر. هون باجي بقول له مثلا اذا بدي اطول عمليه المعالجه، مثلا ديم ار اختصار للريزلت از انتجر. اوكي، بعدين بقول له مثلا الار بتساوي الاكس زائد واي، وهون لازم يكون عندي جمله ريتيرن، بقول له رجع لي الار اللي هي ايش؟ الريزلت. اوكي، هاي لما نفذ الكود هذا لاحظوا 2 و3 حيروح على الاكس والواي زي ما حكينا المره الماضيه، حيطلع الجواب عندي 5. لاحظوا الـ2 و3 لوين اجوا؟ الـ2 اجت للاكس والـ3 اجت للواي. عرفت متغير اسمه ار، هذا الار ايش قيمته هون؟ 0. لما حكيت ار بتساوي اكس زائد واي، يعني 2 زائد 3 5، ريتين ار يعني رجع لي 5، الـ5 حتستبدل كل المعادله هاي. فتكس بوكس 1 دوت تكس ايش حيصير فيه؟ حنكتب فيه ايش؟ رقم 5. تمام؟ هسا اللي بدنا نساويه بدي اوريك ايش؟ كيف بنستخدم الفانكشن مع فور لوب.
كيف بنستخدم الفانكشن مثلا مع ايش من خلال في ستيتمنت. كيف امثله اضافيه عشان بعديها نبلش ان شاء الله بمفهوم ايش السب روتين. طلع هالكود اللي بكتب لك اياه. اف اف 1 لا الاثنين والأربعة then هسا if f1 2 4 أكبر من إيش؟ أكبر من 5 شو سوي لي؟ روح لعمود غير اسمه x وزيد لي إياه 1 هسا بدنا نعرفه ال x وروح لعمود غير اسمه ال y وزيد لي إياه إيش 2 طبعا. هسا انا ليش ايش استخدمت متغيرات قبل ما اعرفها؟ عشان انبه اف واحد انت بعدك مش عارف حياتك عليه غلط. كيف انك استخدمت متغيرين اكس وواي بدون ما تعرفهم؟ فالصح ان ايش نجي نساوي؟ نحكي دم اكس فاصل واي مثلا از دبليو تمام. هسا الخطا على ايش؟ مثلا على اف واحد بدك تكتب فانكشن اسمها اف واحد بكتب فانكشن اف 1 هون مثلا باي فال I as double باجي بحكي ان القيمة الراجعة بدي اياها من نوع double بدل سطر جديد باي باد as double واحد طبعا الفانكشن وين بنكتبها؟ برا الاطار هذا تحت الانصاب تمام. هسا ايش بدي اياها تساوي بكل اختصار؟ بدي اياها ترجع لي ال ايش؟ ال اي ضرب 2. هسه لو جينا صفرنا بالفانكشن هاي، الفانكشن هاي ما فيها اي خطا بس جمله الاستعداء هاي غلط. انا باعت رقمين وهنا رقمين ما في متغيرين ايش يستقبلوهم. فاذا بدي اصحح الفانكشن هاي ابدا اصححها بحكي مثلا ايش جي از انتجر اوكي مثلا هان اي زائد جي A ضرب 2 I زائد J ضرب 2 اوكي. فهسا ايش اللي حيصير عندي؟ عند التنفيذ طبعا لازم اطبع قيم الاكس والواي صح؟ اكس بوكس 1 دوت تكس ايكوال بدي اطبع قيمة الاكس وتكس بوكس 2 دوت تكس بدي اطبع قيمة ايش؟ الواي تمام. هسا عندي التنفيذ بدي اضغط على بطن واحد شو طبع لي؟ طبع لي واحد واثنين يعني قيم الاكس والواي تغيروا. لاحظوا يا شباب لو بدنا نتبع الكود هذا احنا عرفنا اكس وعرفنا واي هذول متغيرين باخذ الديفولت فاليو ايش؟ زيرو الانيشال فاليو لهم زيرو. هسا حكيت اف 1 ل 2 فاصلة 4 هسا انا بدي استدعي فانكشن اسمها اف 1 هسا بنيجي هون على الفانكشن هاي بنيجي بنحكي احنا بعثنا 2 و4 مضبوط. هسا الاي ايش اجاها؟ اجاها 2 والجي شو اجاها عندي؟ الجي اجاها 4. هسا بشتغل عليها. هسا الاولويه للجي ضرب 2 4 ضرب 2 8 زيد عليها الاي اللي هي 2 10 شو برجع بستبدل الفانكشن هاي كامله 10. هل العشرة أكبر من خمسة؟ ترو. إذن الإكس هتتغير عندي هون الإكس هتصير إيش؟ واحد والواي هتصير عندي إيش؟ هون اثنين. فعشان هيك هيطبع لي إكس بتساوي واحد وواي بتساوي إيش؟ اثنين. هاي عشان تعرفوا وتأخذوا فكرة إنه كيف نستخدم إيش؟ فانكشن داخل إيش؟ إبستيمنت أوكي؟ هسا انا بدي اصعب السؤال عليك شويه. هسا بدي اخذ الفانكشن هاي بدي انسخها بدل ما هي اف 1 هون بدي اسميها اف 2 وهاي بدي اياها بكل اختصار لما الاقيها تطرح لي اي تطرحني الاي 1 اوكي وزيد عليها جي ناقص 1 يعني الاولويه هون من اليسار لليمين اي ناقص 1 بعدين زائد جي بعدين ناقص 1 تمام اوكي. هسا كيف بدنا نستخدمها؟ بدنا نستخدمها جوا معادلة. هسا بنوريك كيف. dim sum as integer sum تساوي
خلينا نعرف لكم متغيرات عشان يكون فيها ذكر كمان dim x as integer equal 1 و dim y as integer equal 2. هسه هون الصم لايش؟ اخذ واحد وديلها x و y زائد 1 اوكي زائد اي ان تي للثلاثة باص لتسعة زائد كي الاف اثنين برضو بتطلق متغيرين شو بدي ابعث لها هاي بدي ابعث لها الاكس ناقص واحد وبدي ابعث لها اربعة تمام وهون تكس بوكس واحد بدي اطبع قيمة ايش الصمت لاحظوا شو ميزة السؤال هذا؟ ميزة السؤال هذا ان ايش؟ بدنا نحسب معادلة باستخدام two user defined function وايش؟ وone built in function طبعا هون بدل المساواة اسف زائد اوكي شو بنيجي بنساوي؟ بنتبع السؤال هذا خطوة خطوة عرفنا الصم وقيمتها صفر عرفنا الاكس وقيمتها واحد عرفنا الواي وقيمتها اثنين هسا بنيجي على السؤال هذا اول شيء بدنا نحل الفانكشن اف واحد خلينا نحل السؤال ها اول شيء بدي احل السؤال هذا خلينا انسخ لكم اياه كامل هيك ونحله جزء جزء اول شيء بدي احل هاي لاحظوا بعد انا قيمه الاكس هون وبعد قيمه ايش الواي زائد واحد هسا الاكس قيمتها واحد الواي زائد واحد قديش قيمتها هون قيمتها ثلاثه اذا ايه هون اجاني على الاي واحد وعلى الجي اجاني ايش؟ ثلاثة. اوكي؟ هسا اي زائد جي ضرب اثنين، جي ضرب اثنين، اثنين ضرب ثلاثة ستة، قيم زيد عليها الاي سبعة. يعني هون بدل المعادلة هاي شو رجع عندي؟ رجع عندي سبعة. تمام؟ هسا اي ان تي 3.9، الاي ان تي 3.9 قديش؟ مباشرة ثلاثة. هي بلت ان فانكشن مباشرة سويتها ايفاليويشن، هسا اف اثنين لازم اناديها. هي اف اثنين هون. لاحظوا عندي اي وودت لها انا اكس ناقص واحد، اكس قديش قيمتها عندي؟ واحد، يعني ودت لها فعليا صفر. وعندي الجي، الجي ايش ودت لها؟ او الجي ودت لها اربعه، يعني الجي هون قيمتها اربعه. هسا بنحل المعادله هاي بناء على حلنا بناء على المثال هذا، هسا اي ناقص واحد صفر ناقص واحد ناقص واحد، زيد عليها الجي اوكي اللي هي قديش أربعة صارت إيش؟ ثلاثة ثلاثة ناقص واحد قديش؟ اثنين بس الجواب الراجح هون اثنين يعني هون بدل هاي المعادلة شو رجع عندي؟ اثنين إذا حلنا صح لازم يطبع لي بتكس بوكس واحد إيش؟ لازم يطبع لي 12 بسم الله وهي فعليا طبع لي بتكس بوكس واحد 12 واحد بيقول لي شو استفدنا من المثال هذا؟ استفدنا من المثال هذا إن كيف بنستدعي أكثر من فانكشن كيف بنستدعي إيش؟ أكثر من إيش؟ من فانكشن تمام؟ هذا المثال استدعينا أكثر من فانكشن كيف؟ من خلال معادلة واحدة. هسا بدنا نشوف من خلال فور لوب كيف بدنا نستدعي فانكشن كيف؟ بدنا نشوف من خلال فور لوب كيف بدنا نشتغل على إيش؟ على فانكشن. يعني شغلتين مختلفات مش نفس الإشي. هون المعادلة هاي بدي أقول لها رجعي لي أي زائد واحد بس كل اختصار عشان ما نطول. هسا هون دكتور فور لوب فور اي از انتجر ايكوال 1 تو 3 اوكي انتجر تمام شو بدنا نساوي هون ديم مال از integer equal 1 هسه هون المنط تساوي ايش؟ تساوي ضرب function واحد لايش؟ للاي اوكي تمام هيك هسه عندي function واحد للاي طبعا عدد البراميتر بدي اختصرهم لواحد انا هون اوكي يعني حودي براميتر براميتر هسا عشان نتبع الكود هذا انا عرفت مالت وقيمته ايش واحد متغير اسمه مالت وقيمته ايش واحد عندي فور لوب
ضروري اتبع في قيمه الاي، وبدنا نتبع قيمه ايش المنطقه اللي بتتغير فيه، وبدنا نتبع كمان قيمه ايش الاف واحد للاي شو بتجيني. هسا اول قيمه للاي قديش؟ واحد. هسا الواحد اقل او يساوي ثلاثه؟ نعم. اذا بدي احسب المعادله هاي، شو اف الواحد لايش للواحد؟ الواحد بتروح كبارامتر للاي، شو حرجع لي؟ واحد زائد ايش؟ واحد. اثنين. يعني هون هاي رجعت لي ايش؟ اثنين. تمام؟ تمام. هسا بنيجي مره ثانيه. الملت شو قيمتها؟ واحد في اثنين قديش؟ تكون القيمه عندي هون اثنين. هسا نكس اي عندي اثنين. اثنين اقل او يساوي ثلاث، نعم. هسا الملت بتساوي ايش؟ قيمتها مضروبه قيمه اف الواحد للاثنين. هسا ال اف الواحد للاثنين يعني ايش معناها؟ انه بعثنا الاثنين للاي هون. اوكي، هاي الاي. حترجع لي اياها بمقدار زائد واحد، يعني حترجع لي ثلاثه هون. هون الملت اثنين في ايش؟ في ثلاثه، قديش حتصير؟ سته. القيمه التالية عندي ثلاثه، يعني حودي اف الواحد للثلاثه. اوكي، شو اف الواحد للثلاثه هون؟ اجاني ثلاثه، بدي ارجع ثلاثه زائد واحد، يعني بدي ارجع ايش؟ اربعه، مضبوط. يعني هون اف الواحد للثلاثه، خلينا نصححها، اربعه. هون اربعه في سته 24، القيمه التاليه للاي عندي اربعه وبخرج عندها. تمام؟ هسه لو سالنا شو بنطبع باللوب هذا او بالكود هذا، ما بنطبع شيء حاليا، لازم احنا نطبع، فبنحكي ليست بوكس واحد دوت ايتمز دوت اد، اطبع لي ايش؟ اطبع لي قيمة المط. بس عندي التنفيذ، طبع لي قديش يا شباب؟ 24، نفس الكود اللي تبعناه ونفس ايش حلنا. تمام؟ هسا بدنا نحاول نشوف كيف بدنا نستدعي فانكشن نستخدم فور لوب فيها، نستدعي فانكشن نستخدم فور ايش لوب فيها. خلينا نشوف كيف مع بعض. هسا عندي فانكشن خلينا نسميها اف واحد، هاي بتطلق اخليها اي وايش كمان جي، يعني هون بدي اكتب باي فال جي از انتجر، هون فور اي او فور سي equal i to command for c as integer equal i to j. شو بدي اسوي لي هون؟ خلينا نجمعها ضمن المعادلة، يعني نحكي هون عندي s، اوكي، يعني هون dim s as integer equal ايش؟ صفر. اوكي، هسا بنيجي بنحكي الاس بتساوي زائد اس زائد قديش؟ خلينا نحكي قيمة ايش؟ السي. وهون بعد ما اخلص اللوب ها بدي اقول له ريتيرن سي، مش ريتيرن سي، ريتيرن اس. هون طلع شو بدنا نساوي؟ ديم دم، خلينا نحكي دم اس از انتجر، الاس تساوي بدنا نادي الفانكشن هاي اللي اسمها اف واحد، ها اف واحد بدي ابعث لها ايش مثلا؟ بدي ابعث لها اثنين واربعه. وبعد ما اخلص تكست بوكس واحد بدي اطبع قيمه ايش؟ الاس. هسا انا عرفت متغير اسمه اس وقيمته صفر. هسا اف الواحد للاثنين واربعه، هسا الاي اجاها قديش؟ اثنين. اوكي، الجي قديش اجاها عندنا؟ الجي اجاها اربعه. هسا عرفت متغير هون اسمه اس قيمته صفر. هسا جيت بلشت هون فور سي از انتجر ايكوال اي، سي ايش قيمتها البدائيه هون؟ حيكون اثنين. شو قيمتها النهائية؟ قيمة جي اللي هي قديش؟ أربعة. تمام؟ يعني بدنا نتبع قيمة ايش هون فعليا؟ السي. بدنا نتبع قيمة الاس اللي قاعدة بتتغير،
الفور لوب هذا بعثته لايه؟ بعثت له ايش قيم من خلال الفانكشن صح؟ بعثت 2 و4 هسه بنشوف شو بده يصير. هسه سي اول قيمه لها قديش بتساوي؟ قيمه الاي اللي هي 2. هسه بسال حال الاثنين اقل او يساوي الجي اللي هي 4 نعم عندها بدخل الاس بدي ازيد عليها قيمه السي، الاس قيمتها 0 زيد عليها قيمه السي اللي هي 2 صارت 2. هسه القيمه التاليه عندي للسي زيد عليها 1 صارت 3. الثلاثة أقل أو يساوي إيش؟ 4 نعم ندخل عليها بنزيد على الأس قيمة السي اللي هي 3 فصارت 5. القيمة الثانية هسا عندي تصير قيمتها 4 أوكي نيجي بنسأل حالنا الأربعة أقل أو يساوي 4 نعم ندخل عندها صار عندي المجموع تاع أس 9. هسا القيمة الأخيرة 5 وبخرج عندها. هسا قيمة ايه؟ القيمة النهائية لاس قديش عندي؟ 9. مرتين ايش؟ اس حيرجع لي 9 حتتخزن بالاس اللي هون. لاحظوا الاس هاي غير عن الاس هاي، ما لهم دخل ببعض. باس باي فاليو. ماشي؟ هاي القيمة رجعت وتخزنت بالاس، بجوز هاي يكون اسمها ار هون. تمام؟ هسا تأكيدا لكلامنا نطبق وهي الجواب اللي طلع عندي قديش؟ 9. إذا حلنا صح 100%. اوكي اذا في فلكسبيليتي عاليه في استخدام ايش الفانكشن بامكاني ابعث لها بامكاني ابعث باراميتر لفور لوب بامكاني ابعث قيم تتفد عندي داخل واي لوب او دو انت لوب وهكذا. المره الماضيه اخذنا كيف نستخدم اف ستيتمنت جوا ايش جوا الفور لوب اوكي جوا الفانكشن وهكذا اوكي. هسه بدنا نبلش بموضوع جديد اسمه ايش السب روتين. ايش اسمه السب روتين؟ نروح هون اوكي ندخل موضوع اسمه السب روتين. السب روتين بتفرق عن الفانكشن انها ما بترجع قيمه واحده، ما بترجع شيء اصلا فانكشن السب روتين. السب روتين اذا بدك ترجع قيمه لا او بدك تحاكي ترجع قيمه بدك تطبع القيمه ايش في محلها. هذا اللي حنشوفه هسه الان. السب روتين بتعرفه بالطريقه هاي، بدل ما تحكي فانكشن بتحكي سب وبتعطي فاليد ايدنتيفاير وبتلقى باراميتر، بس ما فيه ايش؟ از مثلا ريتين تايب بتعرف مثلا نوع ريتين تايب وما فيه جمله ريتين. لاحظوا بيبدا صب وبنتهي ينصب وما فيه ايش؟ عمليه ارجاع. اوكي؟ كيف بننادي البروسيجر؟ البروسيجر كونه ما بنرجع قيمه ما بصير تخزنه جوا وتغير او تستخدم معاه تكس بوكس او ليست بوكس. الفانكشن بنستخدم معاه ليست بوكس او تكس بوكس او بنخزنها جوا وتغير. البروسيجر ستاند الون. كيف نستدعيه؟ نستدعيه بطريقة مباشرة. لاحظوا هون عرفنا سب روتين اسمه ايش؟ display sum. بتلقى تو باراميترز نم 1 ونم 2. اوكي بيجري مجموعة من العمليات وبطبع الاوتبوت وين؟ جوا السب روتين نفسه. اوكي هون display sum اذا بدي استدعيها بستدعيها بس بكتب اسمها وبدي لها ارقام عشان نفهم الفرق بيناتهم. هسا بدنا نكتب فانكشن اسمها sum باستخدام الفانكشن وبدنا نكتب فانكشن اسمها سم باستخدام ايش؟ السب روتين. او بجوز اكتبهم نفس البرنامج، خلينا نشوف كيف. طبعا. على المثال اللي اعطيتك اياه بالاول، لو حكينا هسه دم اكس واي از، هاي المره خلينا نحكي ايش؟ دبل الاكس خليها تساوي 2 والواي خليها تساوي 3. هسه اكتب لي فانكشن تجمع لي رقمين، تيجي بتقول لي فانكشن اسمها مثلا صم واحد. هاي فانكشن تتلقى تو ايش فيريبل باي فال مثلا ايش؟ خلينا نفس الاسم هاي المره اكس از انتجر وهون باي فال واي از انتجر. لما اجمع رقمين من نوع انتجر قيمه الرادع من نوع انتجر. هسه هون ريتيرن اكس زائد واي لازم ارجع قيمه وهاي القيمة ايش؟ تتعالج وين؟ جملة الاستدعاء. هسا إذا بدي استدعيها هاي باجي بحكي مثلا تكس بوكس واحد. فانكشن كونها بترجع قيمة يا بتطبعها يا بتخزنها. هسا بنادي الفانكشن اسمها سم واحد وببعث لها الاكس ايش والواي. تمام؟ هسا عندي التنفيذ طبع لي 5 ما عندي إشكالية، هذا البرنامج حكينا عنه بداية المحاضرة. إذا بدي أكتب البرنامج هذا باستخدام السب روتين طلع شو بدي أسويها. هذا بدي أخذه بدل كلمة فانكشن شو بنكتب؟ نكتب صب. اوكي هون ما في قيمه راجعه، ما في از انتجر. تمام؟ هون ما بنستخدم ايش؟ ريتيرن. اوكي
طبعا على النقاط هاي طلعوا شو اللي بده يصير. هسه بدي اساوي انا سب روتين اسمه صم اثنين. اوكي اللي بدي اساويه كالتالي، ها باجي بحكي مثلا ال R اللي هي الريزلت بتساوي X زائد Y اللي بدك تبعث لي اياهم. اوكي هسه بنحكي ديم R as integer، ونخليها دبل كم الارقام هذيك احتمال يكون دبل، ديم I as double equal X زائد Y. هون عملية الطباعة لازم تتم هون، يعني هون باجي بحكي مثلا text box ايش 2 dot text equal result. اوكي تمام، لاحظوا هون بالصب روتين اوكي بتستخدم الكلمة المحجوزة صب، بتلقى معايير زي ما بدك بس ما بتعرف نوع القيمة الراجعة، لأنه أصلا فيش قيمة راجعة. إذا بدك تطبع قيمة تطبعها هون، ما في إرجاع على مكان النداء زي ايش زي الفانكشن. بدنا نعدل شغلة، كون المتغيرات كلها من نوع دبل، خلينا نستقبلها بشيء من نوع دبل كمان، قيمة راجعة خليها من نوع دبل هون. هون البارامترز للسبروتين خليهم دبل. هسا إذا بدي استنتج السبروتين اللي اسمه ايش صم اثنين، باجي بحكي صم اثنين، ما في داعي ايش أطبع النتيجة اللي بدها ترجع. بحط إكس فاصلة واي هون وخلص. لاحظوا؟ هسا عندي التنفيذ. البرنامجين طبع لي خمسة. التو سبروتينز. الفانكشن طبع لي خمسة وهذا طبع لي خمسة. بس لاحظوا الفانكشن لو شلت هاي ها مش هيعطيك أي ايرور. بس مش هتطبع نتيجة. يعني طبع لي خمسة الناتج عن السبروتين بس عن طريق الفانكشن ما طبع، صح؟ هون الفانكشن لازم ترجع قيمة السبروتين. إذا بدك إياه يرجع قيمة أو إذا بدك تطبع النتيجة لازم تطبعها ايش موضعياً. أوكي؟ هذا الفرق الأساسي بين السبروتين وإيش والفانكشن. نرجع سلايداتنا. لو سألتك شو اسم السبروتين هذا display sum، كم من باراميتر بتلقى 2. أوكي هي عملية المعالجة الداخلية خلص. أوكي كيف نستدعي الفانكشن؟ دائما بس نكتب اسمها، ما في داعي نستخدم text box معها أو list box أو أي جملة طباعة أو نخزنها جوا متغير. أوكي من ميزة السبروتين زي الفانكشن نقدر نستدعي قد ما بدنا. يعني بدي اوريكم هالشغله هسا، نسوي موضوع الفانكشن هسا. خلينا نروح على ايش بس على السبروتين. هاي الفانكشن اذا في فانكشن اسمها صم واحد ومش مستخدمها ما عندي مشكله، بديش استخدمها انا. هسا بدي اكتب صم اثنين، بدي ابعث الاكس وايش والواحد، وبدي اكتب صم اثنين بتودي الواحد والواي ناقص واحد. لاحظوا استدعيت ثلاث جمل استدعاء هون، صم اثنين للاكس والواي طبعا صفر وصفر، حتروح هون حجمع لي اياهم صفر زائد صفر، تكس بوكس اثنين بالتكس ايش ايكوال ايش هون حتكون صفر. بعدين هون انا بدي اودي صفر وواحد، شو وديت؟ صفر وواحد. صفر الواحد بيجوا هون مضبوط، بجمع لي اياهم وبطبع لي النتيجه ايش عنين. هسا بعت واحد واي ناقص واحد، يعني بعت واحد وايش واي صفر، صفر ناقص واحد يعني سالب واحد، يعني واحد وسالب واحد اجوا هنا جمعتهم بطلع المجموع صفر، وخليت بعلي ايش صفر. تمام. هسا المشكله هنا اني انا دائما بطبع تكست بوكس اثنين، لاحظوا هسا ها يعني لو اطبع هيك طبع لي اخر نتيجه بتكست بوكس اثنين. عشان يحل المشكله هاي انا الاوتبوت اللي بدي اطبعه بدي اياه بليست بوكس، فبكتب ليست بوكس واحد دوت ايتمز دوت اد، وشو بدنا نطبع هون؟ نطبع الار. هسا اول مره انا وديت صفر وصفر، اجوا هون جمعتهم بطبع لي صفر. اللي بعديها وديت ايش صفر وواحد، اجوا هون جمعتهم طلعوا واحد وطبع لي اياهم. اوكي مره ثانيه ايش؟ وديت ايش؟ الواحد وايش والسالب واحد جمع لي اياهم وطلع لي ايش؟ طلع لي صفر كمان. هون الليست بوكس خليها الليست بوكس واحد، ما انتبهت لها هاي. هسا عندي التنفيذ طبع لنا صفر وواحد وصفر. اوكي عشان نشوفهم يعني بقية متغيرة، يعني هون الاكس اثنين والواي قيمتها ثلاثة. لو جينا طبقنا الكود هذا لاحظوا طبع لي خمسة وثلاثة وثلاثة، طلعوا في فلكسبيليتي عالية للسبروتين والفانكشن، بامكاننا نستدعيهم قد ما بدنا. اوكي
هسا لو طلعنا على السبروتين هذا اللي اسمه ديمو، هون في متغير اسمه ستيت بعثنا له سي اي، وهون متغير من نوع دبل بعثت له 38. جملة الطباعة تمت هون بس فيها غلط، هون انا لازم في اقواس. اوكي هسا لو انا عكستهم 38 وسي اي، لاحظوا هذا متغير من نوع سترينج وهذا متغير من نوع اي دبل، ما بصير 38 تروح على ايش؟ تروح على الستيت، والسي اي تروح لي على ايش؟ على الدبل. لازم يكون في توافق بالقيم. 38 جوا سترينج بتزبط، بس السي اي بتزبط جوا دبل ما بتزبط. هاي الشغله بدنا نراعيها، نقطه جوهريه. هسا لو شفنا المثال هذا، هذا مثال جيد نشتغل عليه، أو بدي أشتغل على مثال شبيه فيه اللي عندي. هسه لو جيت قلت لك list box 1 dot items dot add، حط لي فيه مثلا ايه، جيت قلت لك كرر لي هذا مرتين، ها يعني هذا نكرره مرتين، يعني هون بدنا نغيرها ل بي، هون بدنا نغيرها ل سي، تمام. وجينا هون بدنا نكتب سبروتين اسمه ايش؟ اسمه سبروتين هذا تي واحد، اسمه تي واحد. هذا تي واحد ما بديش ابعثه ولا برابيتر، تمام، بس بدي اياه اذا ناديته يطبع لي ايش؟ يطبع لي هون، يطبع لي سي، يطبع لي دي. هسا لما انا افتح البرنامج هذا واضغط على بوتون واحد طبع لي اي بي سي، هل طبع لي السي والدي؟ ما طبع لي اياهم لاني انا ما استدعيت السبروتين. اذا بدي استدعي عشان اطبع سي ودي بكتب تي واحد الطريقه هاي، عندي التنفيذ لاحظوا شو حيطبع لي هون، حيطبع لي اي بي سي، ناديت السبروتين اسمي تي واحد بيروح عليه وبطبع لي اي سي ودي، وطبع لي اي وبي وسي ودي، تمام؟ اوكي. هسا لو جينا هون سوينا مثلا حركه معينه، لو حكينا هون ليست بوكس واحد دوت ايتمز دوت اد، او مش دوت اد دوت كلير، طلعوا هون حضيف الاي بي سي دي، لما وصل على هاي حيفضي لي ايش؟ الليست بوكس، حتصير فاضي. بنادي في واحد بطبع لي سي ودي، يعني هسه الاوت بالمجمل حيكون فقط ايش؟ سي ودي. شفنا كيف؟ طبع لي سي ودي. الفكره هون اني لما ايش؟ استخدم ليست بوكس واحد دوت ايتم دوت كلير بده يفضى ايش؟ الليست بوكس. اوكي؟ كان بإمكاننا جملة التذكير نحطها من خلال سبروتين، يعني لو أخذناها طلعوا هون، جينا هون سوينا سبروتين اسمه تي 2، هاي جملة الكلير هون أخذتها، هون قلت له اطبع لي سي بعدين ايش؟ فضي لي الليست بوكس، يعني اي بي سي دي، خليه يطبع لي اي هون. هسا أنا استدعيت التي واحد هون، طلعوا هسا حيطبع لي A و B و C، استدعيت T1 حيطبع لي C و D كمان. هسا أنا ما استدعيت T2، لو بدي استدعي T2 يا ترى بفرق وين بدي استدعيها؟ هسا لو كتبت T2 هون طريقة، هسا عند التنفيذ رحنا على بوتن واحد، بوتن واحد هذا ولا طبع شيء، ليش يا ترى؟ طلعوا A B و C و D ضفتهم على الليست بوكس، استدعيت T1 ضاف لي C و D، يعني هسا في عندي A و B و C و C و D، اوكي؟ جوا الليست ايش؟ بوكس، اوكي؟ جينا هسا استدعينا ايش؟ T2 طبع لي E، صار في عندي A B C C D وايش؟ و E، ليست بوكس 1 دوت كلير فضتهم كلهم، تمام؟ فضتهم ايش؟ كلهم. لو جينا هون T2 اخذناها مثلا، حطيناها هون، فسعيد حيضيف لي A و B و C، بس ادعي تي 2 بروح عليها حيضيف لي E، صار عندي A B C E كلير فضتها كلها، برجع هسا على تي 1 بضيف C و D، فالجواب ايش حيكون عندي؟ الجواب حيكون عندي C D،
هذا السؤال بوريني ايش اهميه ايش الاستعاء والفلكسبيليتي في استعاء السبروتين والقدره على ايش التلاعب فيها بحيث تخدم ايش اغراضك البرمجيه. تمام، هذا السبروتين خلينا نستدعيه او نتبعه. في عندنا سبروتين اسمه ديسكرايب تاسك، اول ما استدعيه بفضل ليست بوكس بيطبع لي ذيس بروجرام ديسبلاي ذا نيم اند بابيليشن اوف استيت. ها طلع هسه هون هذا السبروتين الرئيسي. لما استدعي سبروتين اسمه ديمو سي اي 37 لاحظوا بروح على الديمو، الستيت اجاها سي اي، البب اجاها 37، ديسكرايب تاسك بقفز لورا. ها بروح لهون بفضل ليست بوكس اذا اي شيء فيها بفضيه بطبع لي الجمل الثلاثه هذول. اوكي بعد ما يطبع لنا الجمل الثلاثه بعد ما يخلص منها برجع هون، بعدين ليست بوكس 1.items add بطبع لي ايش هون، بطبع لي سطر فاضي، بعدين حكتب لي state has population البب اللي هي قد ايش 37 مليون، state طبعا اللي هي سي حيطبع لي سي اي has population 73 مليون. اوكي هسا كيف ايش كيف نستدعي سبروتين من داخل سبروتين؟ هاي فكره وهذا امر لازم نستدعي ناخذ عليه مثال. يعني طلعوا هذا فكرته كيف، بحاول اعطيكم سؤال ما يعني صعب الامور عليكم كثير. لو حكينا ديم اكس واي از انتجر نستدعي فانكشن، بس عشان بدنا نستدعي فانكشن بدي احكي ايش هنا text box 1.text equal مثلا function 1 هاي بعت لي إلها ال x وال y. طبعا ال x وال y أنا بدي أعطيهم قيم هون، ال x بدي إياها 2 وال y بدي إياها إيش 2. هسه بدي أجي أكتب function، function اسمها function 1 هاي بتطلق متغيرين by val I as integer بنكرر هاي مرة ثانية by val j as integer هسه القيمة الراجعة من نوع ايش integer. طلع شو بدي اسوي هون، بدي اقول له return function 2 لا الثلاثة زائد الاي والجي اللي وديتهم عشان نشوف شو بيصير بالبرنامج هذا. اعطاني خطا لانه فانكشن 2 مش معرفها، انا هسه بعرفها على السريع فانكشن 2. هسه بدي اعرف فانكشن اسمها فانكشن 2 هاي بتتلقى ايش قيمه واحده نوع انتجر. هسه فانكشن ايش فانكشن 1 وبدونها بدي اقول له ايش القيمه اللي رجعت لي اياها مخزنها في اي اضرب لي اياها في ايش في ثلاثه. عشان نتبع الكود هذا عشان نفهم شو اللي صار خلينا نتبع سطر سطر. يعني عرفت متغير اسمه اكس ويساوي صفر، متغير اسمه واي ويساوي صفر، هون قررت اني اغير قيمه الاكس واعطيته 2، وهون قررت اغير قيمه الواي واعطيتها ايش 2. هسه فانكشن واحد اكس الواي الاكس والواي يعني بس انا 2 و2 يعني باجي على الفانكشن هاي الاي اجاها 2 والجي اجاها 2 بس باي فاليو يعني انا بعطي القيم بتاعت الاكس والواي وخزنتهم باي وجي. هسه بنقول له رجع لي فانكشن 2 لل3 زائد اي وجي. لو كان مكتوب عندك اي ان تي ل2.3 بدك تساوي ايفالويشن للاي ان تي هاي، كاتب لك فانكشن 2 لل3 بتقفز. هسه ما بتكمل السؤال بتقفز للفانكشن هاي. نيجي على فانكشن 2 هون شو بعت لها انا؟ بعت لها متغير او بعت لها الثلاثه حتتخزن متغير اسمه اي. لاحظوا الاي اللي هون ما لها دخل بالاي اللي هون ما تخربطوش. هاي اي فانكشن 2 هاي اي فانكشن 1. اوكي هسه بقول له الاي في 3، 3 في 3 قديش عندي الجواب؟ 9. التسعه بترجع بتستبدل هاي فصارت عندي 9 زائد 2 زائد 2 يعني 11 13. هسه 13 بترجع هون وايش؟ وايش بتيجي محل جواب فانكشن 1. هاي جوابها بكل اختصار طريقة. تمام؟
نرجع لسلايداتنا. لاحظوا هنا بال الفانكشن بإمكانه يعني نستدعيها ونخزن القيمة الراجعة في متغير أو نطبعه. بس السبروتين ما في إيش طباعة ولا في ما يحدث. بدك تطبع السبروتين نفسه. طبعاً بإمكانه نستخدمهم بشكل إيش alternatively. هسا passing by value passing by reference هذا حيكون موضوعنا الفيديو الجديد. يعطيكم العافية، بنكمل إيش فيما بعد إن شاء الله المحاضرة القادمة. شكراً لكم.